السلام عليكم البنات، كي داير؟ مع الصحه، لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. قلت اليوم ان شاء الله نشارك معكم الغداء ديال اليوم. بغيت ندير ان شاء الله رفيسه، نبداو على بركه الله. المهم في العجينه كنحتاجو خليط ما بين الفورس والفينو او السميده، كل واحد وشنو كيدير، كاين كيدير نص نص. المهم على حسب كل واحد وشنو تيبغي في العجينه. انا كندير تقريبا غير ثلث ديال السميده وثلثين ديال الفورس، يعني 75 ديال الفورس و 25% ديال السميده. صافي وخلاص الملحه. وانا ما كنديرش داكشي ديال بودغ باس وداكشي، ما كان ربما كنديرو مره في المسمن، مي في الرفيسه لا. صافي وان شاء الله غادي ندير شويه المدافي ونبداو العجينه. صافي العجينه بدات كتعجن راسها. صافي ان شاء الله فاش ماشي نكمل انا، تكملي هي. صافي هانتوما معايا ان شاء الله. هانتوما من بعد الحادقه ديال العجانه سالات، هانتوما العجينه كتكون على هاد الشكل هذا، ما ثقيله ما خفيفه، هانتوما بحال هكا. صافي وهانتوما معايا ان شاء الله. هانتوما البنات كندير غير غير الطريقه بحال هكا، غير ديك الدويرات صغيورين. صافي ومن بعد كنجمعهم بخمسه. من بعد غنوريكم الطريقه اللي كندير في العجينه. كتجي الورقه فريمون خفيفه بحال كيديروا في المغرب، ماشي تقريبا بحال التريد ولكن كيشبه ليه شويه. هاد الطريقه انا كتعجبني، كي الورقه كتكون خفيفه. المهم البنات فاش تكمل ان شاء الله هانتوما معايا. هانتوما البنات من بعد ما كملت، دابا غادي ندير ان شاء الله خمسه ديال الطبقات، وكل طبقه كنفرقهم بالزيت والطحين باش ان شاء الله فاش كنكمل الطياب دغيا كيتحلوا. هانتوما غتشوفوا معايا كيفاش. اسمحوا لي البنات مع شاد التليفون في يد وكنخدم بيا، دونك كما قلت لكم كديروا هكا بزيت مزيان. صافي كتفرقوه بالطحين، صافي كتزيدوا وحده. صافي كتزيدوها فوق من هادي، كتزيدوا الطحين، تزيدوا الزيت. هاد الطريقه دغيا المسمن كيتصايب. صافي كنحطو هادي على جنب، صافي كنديرو الاخرين عاوتاني نفس القضيه. هانتوما نوريكم عاوتاني، نجيب خمسه لهنايا. طحين طبعا نحط هادي على جنب، هي شكون اللي ما كيبغيش الرفيسه؟ فريمون حنا المغاربه تقريبا المغاربه كاملين كيموتوا على الرفيسه. طبعا انا بعدا باغمي الوصفات اللي المغربيه اللي كيعجبني بزاف صافي. والشي الاخر غادي نديرو نفس القضيه، وفي الاخر غادي فاش غنطيبو ان شاء الله هانتوما معايا. صافي البنات من بعد ما كملت درت خمسه ديال الطبقات، صافي ان شاء الله دابا غادي نطيبهم هانتوما معايا. البنات ما كنطيبوهاش بزاف، كنطيبها غير هاد شويه. صافي كنحيدوها. صافي البنات من بعد ما كملت الطياب تيجي على هاد الشكل بحال هكا. ها انت دابا كل وحده راه فيها خمسه ديال الطبقات، شفتوها؟ غير باش نوريكم كانت ها وحده، ها انت دغيا كتحلو سخونه، ها جوج، ها ثلاثه. داكشي باش قلت لكم تديروا ملي كديروا الطحين والزيت فاش كطيب دغيا كتحيد. ثلاثة ها أربعة ها الخمسة، شتيها؟ من بعد غادي ندير وحدة على وحدة. صافي وغادي نلويهم، غادي نقطعهم رقاق، كتجي بحال سباغيتي ولا بحال الرزيزة، هانتوما كدير بحال هكا.
تنجي اما بالمقص ولا بالموس. هانتوما معايا، هانتوما تقدروا بحال هكا رقيقه ولا بالمقص اللي بغيتو. صافي من بعد كتفرتو بحال هكا صافي، وكتقطعو شي لاخور وكديرو في الطبسيل. المهم دابا ان شاء الله غادي نبدا ندير هذا لاصوص ديال المرقه. صافي هانتوما معايا ان شاء الله. صافي البنات هانتوما معايا، دونك منين غسلت مزيان الدجاج بالملحه والحامض وشويه ديال السكنجبير، صافي دابا رقدتهم داك الماء والحامض ديالهم. صافي وغادي نبدا ان شاء الله نحضر المرقه. هانتوما معايا، انا درت جوج دجاجات لان عرضت على واحد صاحبتي تجي تغدى معايا ان شاء الله. هانتوما معايا ان شاء الله. هانتوما البنات غادي نوجد معكم لاصوص ديال الدجاج. انا غادي ندير تقريبا خمسة ولا المهم 6 دروس ديال الدجاج. انا داك جوج دجاجات ما قداونيش في كوكوط وحده، قسمتهم على جوج، دونك غادي ندير معكم غير هاد الدجاجه هذه واخرى تنديرها نديرها ابار هذا. المهم كما قلت لكم الثومه غادي نزيد تقريبا واحد معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي طبعا، فلفل الاسود او الابزار، سكنجبير، شويه ديال انا مابقاش عندي الضمات الزعفران الفوق، بقى عندي غير شويه نشاركوا معكم. وان شاء الله هذا كنزيد معاه واحد الضويمه حتى هو ديال الخرق ديال الزعفران الحر، لان ما بقاش عندي بزاف دونك درت شويه من هذا. وغادي نزيد هاد الضامه هذه، شويه ديال راس الحانوت، تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال راس الحانوت، ومساخن طبعا هذا المساخن ديال المغرب، عاد واحد الريحه عاد غير ريحه خارجه من القرعه. هما المسخنات بلاص زيت الزيتون طبعا، انا كنطيب غير بزيت الزيتون ما كنبغيش نطيب كاع بالاخرى طبعا. صافي غادي نخلي يتشحر شويه صافي، ونزيد بصله نتوما معايا. صافي البنات تقريبا زدت واحد ثلاثه البصلات كبار، صافي وغادي نزيد تشحر غير شويه صافي ونمرقها ان شاء الله. صافي البنات من بعد ما مرقتها غادي نزيد فيها هاد القبطه ديال القزبر والمعدنوس، شويه ديال هذا الحلبه على حسب الذوق كل واحد. انا عزيز هي صراحه الحلبه مع رفيسه كان ما تيبغيهاش، انا كتعجبني. صافي ونزيدو شويه ديال العدس، هي عشان كتبقى على حسب الكميه ديال كل واحد شحال تيدير. انا غندير فيها تقريبا 4 المعالق كبار. صافي وغادي نزيد واحد تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال السمينه، واحد المعلقه تقريبا صغيره عمر ديال السمن، هذا السمن حتى هو ديال المغرب عرفتي حتى هو ريحته ما نعاودش لكم. المهم ان شاء الله البنات فاش يطيب وغادي نوريكم طريقه التقديم النهائيه ان شاء الله الرحمن الرحيم. انتما معايا